نهاركم سعيد. أنا محي الدين غريب، مهندس وكاتب مصري عايش في الدنمارك. النهاردة دي حلقة من حلقات لماذا، وهتكلم فيها عن لماذا الكراهية بين الغرب والمسلمين العرب. أنا هنا في موقع شاهد من أهلها، لأني عايش في أوروبا بينهم أكثر من 53 سنة. شهادتي محايدة لأني أحتكم لضميري وبستند على إعمال العقل والمنطق. طبعا الخوف المتبادل بين الغرب والإسلام قديم من زمان، وكان لي مبرراته أيام فتوحات الدعوة الإسلامية والغزوات الإسلامية في القرن السادس والسابع. طبعا عارف بعض الفتوحات كانت سلمية وقبلتها بعض الدول طواعية يعني، ولكن جميع المصادر بتقول ان معظم الفتوحات والغزوات اتحقق بالغزو بالسيف، ومعتمدين على الآية اللي بتقول وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس، وفي آية تانية بتقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فمن أبى قتلوه لمصلحته ونجاته. طبعا منطق غير مقبول ومرفوض على الأقل من الناس التانية من الآخرين يعني. ومعروف طبعا أن القبائل وقتها في العصر في الوقت الغزوات دي كانت عايشة على القتال والغزو والنهب والسلب بالطريقة دي، وكرد فعل طبعا الغرب أطلق وقتها حملات لتشويه الإسلام والمسلمين واتهمهم بالعنف وبالكفر وبالهرطقة. في القرون التالية في العصور الوسطى تحول الخوف إلى عداء، وبدأ في شكل الرسائل والأناشيد والأقاصيص من ناحية المسيحيين لمهاجمة الإسلام والمسلمين، زي في رسائل اسمها رسائل ريكولدو في سنة 1320، وقصص لواحد لاهوت ألماني اسمه لودولف سودهم عالم، كتب برضو في سنة 1342 عن سفر الأرض المقدسة، بيحكي فيها عن بدعة المحمدين وإزاي أن الإسلام أضل الناس عن الاعتقاد بالابن والروح القدس، وهكذا دفاعا يعني عن دي. بعد كده بدأ التحريض للحروب الصليبية، يعني هو نلاقي اللي بدت الحروب الصليبية، ودي قعدت قرون طويلة. وفي الحروب الصليبية، أيام الحروب الصليبية طبعا تحول العداء إلى كراهية وتعصب وسفك دماء نتيجة طبعا الحروب واحتلال أراضي، واستمر ده لقرنين من الزمن. وبالطبع فضل كل طرف بيقول انه بيدافع عن دينه وعرضه وارضه وما الى ذلك. بعد كده جت هنا هو في الصورة دي برضو اللي هي صور من الحروب الصليبية، جه بعد كده ايه الفتوحات العثمانية اللي هي اسمها الفتوحات، ايوه الفتوحات العثمانية، ودي استمرت 6 قرون، وبتعتبر كل التاريخ بيقول يعني هي الأسوأ والأكثر توحشا ودموية، وكانت باسم الإسلام، وما كانش بس ضد الدول المجاورة المسيحية، كانت كمان ضد الدول العربية ودمرتها، دمرت عدد كبير منها، وكمان ساهمت إن هي الاستعمار الغربي يخش في الدول دي. ومعروف ان مصر اكتر بلد عانت من الحكم العثماني الدموي. بيقول ابن اياس في الوقت ده ان السلطان سليم الاول قبل دخوله القاهرة قال مقولة يعني مشهورة، غدا ادخل مصر فاحرق بيوتها والعب بالسيف في اهلها. طبعا كلنا عارفين التاريخ الدموي العثماني. مؤخرا وفي العقود
الأخرانية العداء والكراهية أخذت أشكال مختلفة، فبقى في حروب غير مباشرة، في احتلال، في مقاطعات اقتصادية، في تمييز عنصري، وطبعا ده كان رد فعل الإرهاب. ولا يزال برضو بمستمر ان كل طرف بيدعي انه معه الحق، وان هو مجرد رد فعل لتراكمات افعال الاخر. من ناحية المسلمين، الخوف والكراهية كان لأسبابه يعني، وكان بسبب تراكمات عهود الاستعمار مثلا، بسبب القضية الفلسطينية يعني. ما نشوف الخريطة ازاي الاستيطان أخذ كل في كل كل دي كانت حاجة، الانحياز بتاعت الدول الأوروبية والغرب يعني عموما، الظلم اللي عانيته الدول العربية الإسلامية، زي ما قلت القضية الفلسطينية طبعا كانت حاجة رئيسية. لما نرجع ورا شوية، كان قبلها العدوان الثلاثي على مصر وحرب النكسة، وبعدين على العراق وأفغانستان والعراق، وكل الحاجات دي طبعا كان لها تأثير في إن يبقى في رد فعل. وكان فعلا رد الفعل اللي هو التفجيرات اللي احنا فاكرينها أيام في الستينات، تفجيرات بتاعت اللي كانت في ألمانيا، وتفجيرات في إنجلترا وفي إسبانيا، في كل كان في كل منطقة في العالم كان في تفجيرات، ودي كانت رد فعل يعني، أو استخدمت كأنها رد فعل يعني. طبعا يعني كان هنا هو في حلو. وبعدين جت طبعا 11 سبتمبر، كانت برضو من ضمن رد الفعل. وهنا هو برضو التفجيرات اللي حصلت في أوروبا، في كل حتة تقريبا في أوروبا، بسبب الخوف والكراهية والإسلام يعني. كان بينما الخوف والكراهية للإسلام كان لأسباب، منها الجهل بالديانة الإسلامية، لأنهم كانوا بيركزوا على الصور المشوهة. ولكن ده كان بعد ما فشل المسلمين في تغيير الخطاب الديني، أو في إعادة تفسير آيات القرآن اللي بتحرض على القتل يعني. هو كان الأوروبيين والغرب كان بيطلب إنه تتغير، طبعا ما كان في تعمد من رجال الدين أو بعضهم إن هو ما يغيرش المسألة دي، على أساس إن هو اتقفل باب الاجتهاد يعني. وكان الخوف عند الغرب في المقام الأول هو الخوف من إرهاب المسلمين ومش من الإسلام نفسه. وأنا كنت دايما بفضل أقول إن الغرب وأوروبا بتعاني من مسلموفوبيا مش من إسلاموفوبيا زي ما أقول يعني، بيخافوا من إرهاب المسلمين المتطرفين مش من الدين نفسه. وده طبعا كان واضح كمان كرد فعل في عشرات الحوادث والاستفزازات، اللي هي زي الرسومات المسيئة للرسول، وفي حرق القرآن، والعنصرية والمقاطعة، وكل الفترة اللي احنا طبعا ده هو هنا اللي حصل في الفترة اللي فاتت كرد فعل. وكرد فعل حصل حرق الأعلام وحرق السفارات وما إلى ذلك. طبعا تتقتل في الحاجات دي، بيتقتل الأبرياء في من ناحيتين يعني، لأنه طبعا يعني دخلنا في دايرة شر مفرغة وإرهاب وعنف، والعنف بيولد عنف كما هو الحال في الأيام دي. لو أنا هو أنا هو برضو اللي هي حرق القرآن مؤخرا يعني هنا،
وحرق السفارات والحاجات دي كلها. لازم نقول برضو انه الأسباب كتيرة حقيقة ومتنوعة، ومنها أسباب تقليدية متكررة تقريبا في كل أوروبا بسبب سلوكيات يعني قلة قليلة من المسلمين متشددين متطرفين. وأنا بتكلم هنا عن حوالي 30% من المسلمين اللي عايشين هنا، ودي بتعتبر نسبة واضحة بتأثر على باقي المسلمين للأسف، لأن النسبة دي مع إنها قليلة إنما دي مصممة إن هي مش عاوزة تندمج في المجتمع، يعني منعزلة في تجمعات سكنية ما يسكنهاش سوى المهاجرين، يعني مش مهتمة بتعلم اللغة البلد اللي عايشة فيها، ودايما عايشين في حالة عدم رضا وبيكرهوا المجتمع الغربي اللي عايشين في خيره. وبعضهم ما عندوش مشكلة في إنه ما بيمنعش إهدار دم المختلفين، لما يختلف مع حد الأحسن هو يقتله يعني. وفي بعضهم شايف إن جرائم الشرف دي جرائم عادية صح يعني، وبعضهم شايف إن عملية ختان الأطفال من البنات ده حاجة ضرورية وهكذا. فدول عايشين في عالم موازي. وأنا في الفترة اللي فاتت دي حذرت كتير، مرة بكتابة مقالات وفي الصحف وفي مؤتمرات وندوات ومقابلات تلفزيونية، حذرت عن خطورة التطرف الإسلامي للجيل الثاني من المهاجرين وضرورة العمل على إنه يندمجوا في المجتمع الدنماركي على الأقل اللي أنا بتكلم عنه يعني. وأنا هنا الحقيقة شاهد على كده إن المجتمع هنا وفي أوروبا عموما عشان في نظام ديمقراطي فبيدافعوا عن الإنسان بصرف النظر عن دينه ومذهبه وفقره وغناه، وبيدوا للأجنبي اللي مندمج اللي بيعرف اللغة بيدوا له فرصة عادلة في العمل الوظيفة، حتى إن هنا في عدد من المسلمين أخدوا مناصب مهمة كوزراء ومسؤولين ومناصب في الإعلام. وأنا عاوز أقول هنا إن معظم الدمويين طبعا دايما في إلا في كل بلد بتبقى يمينية أكتر متطرفة أكتر بتبقى مش بتحب تكره، إنما معظم الدنماركيين على حسب معرفتي بيهم مسالمين وإنسانيين، و يعني مش بتوع عنف، ولذلك هم بيحتلوا المراتب الأولى في الشفافية في مكافحة الفساد في حرية الصحافة في التعبير في التطبيق الديمقراطي، وحتى المرتبة الأولى واخدينها في السعادة يعني. أنا هنا هحاول أتكلم عن بعض الأمثلة مش كلها لسلوكيات بعض المسلمين هنا من واقع اللي عشته بينهم في اسكندنافيا، والأمثلة دي والسلوكيات دي كانت السبب المباشر لزيادة الكراهية المتبادلة بين الغرب والمسلمين. مثلا في بعض العائلات بتربي أطفالها زي ما في الصورة دي، ودي موجودة يعني، أنا زرت عائلات ولقيتهم حاطين على الحيطة في أوض العيال صور زي كده. في بعض ولا يزال أنا بقول البعض قليلين يعني، إنما بعض العائلات بتربي أطفالها بطريقة غلط وبتربيهم فيهم روح الانتقام والموت في سبيل الله والإسلام. علشان كده لما بدأت الحرب في سوريا تحت ألوية القاعدة وداعش أكثر من 70 شاب دنماركي من أصول إسلامية وعربية ومن بينهم أطفال أقل من 16 سنة التحقوا للجهاد الطائفي في سوريا علشان يساعدوا القاعدة وداعش عشان يستشهدوا علشان في النهاية إقامة الخلافة الإسلامية. ده طبعا كان مخالف للقانون الدنماركي ولحقوق الإنسان، والنتيجة
ان اتسحبت منهم الجنسية وتشردت العائلات بتاعت الاولاد دول، وبعضهم الشباب صغير واطفال رجعوا البلد عشان يندفنوا، يعني رجعوا في تابوت. وطبعا العائلات دي بيعتبروا انهم اولادهم شهداء، وبيعتبروا انهم ضحية، وانهم بيتعرضوا للعنصرية والمؤامرة وهكذا. مثل تاني، ان بعض الأئمة اقترحت على الحكومة فكرة ارسال الاطفال بتاع المسلمين لوطنهم، الأوطانهم الأصلية، علشان ياخدوا جرعة من التربية السليمة. وده طبعا جريمة في حق الطفل، لأنه هتلخبط الطفل، هيبقى بيسمع حاجة في المدرسة وبيشوف حاجة في المجتمع اللي حواليه، وبعدين أهله بيقولوا له حاجة، وبعدين يسافر بلده هناك يقولوا له حاجة تالتة ورابعة. طبعا دي بتشتت الطفل، وأنا بعتبر يعني بنعتبرها إن هي جريمة في حق الأطفال يعني. طبعا اللي وكمان بيسمع في الجامع، بيروح يسمع في الجامع الخطبة بتاعت الأئمة. في حصل تحسن دلوقتي، إن هم بقوا يراقبوا الخطب بتاعت الأئمة إن هي ما تكونش بتحرض على حاجة يعني، وديا ماشية كويس يعني. في مثلا حصل جماعة اسمها دعوة إلى الإسلام، أعلنوا منطقة من مناطق في العاصمة في كوبنهاجن اللي هي في الصورة هنا، أعلنوها إن هي تبقى منطقة خاصة يطبق فيها الشريعة الإسلامية. مثلا اللي يسرق يتقطع إيده، واللي يشرب خمرة ممنوع يشرب خمرة أو يبيعها، ممنوع يلعب القمار، ممنوع يروح الملاهي الليلية، اي حاجه تخالف التعليم المنطقه دي هتبقى محظور فيها الحاجات دي. طبعا ده تهريج، لانه ما ينفعش في وسط دوله ولها كيان ان انت تعمل دوله جوه دوله، طبعا ما كانش ينفع يعني. ومع ذلك اخذت وقت وعملت مشاكل، بعض مشاكل طبعا، وحصل برضو شويه ارهاب اياميها. مثلا في وقت من الأوقات قررت الحكومة الدنماركية غرامة على المنقبات، إن هي إن لو ما أفصحتش عن هويتها، يعني عانت النقاب مشاوية، مثلا طلع الأتوبيس بتوري له الأبونيه، ولكن لازم الراجل السواق يتأكد إنه الوش، أو بتروح البنك أو بتروح للدكتور لازم يشوف وشها. فالحكومة قررت غرامة على اللي يصمم ان هو ما يفصحش عن وشه يعني، عشان يتحقق من شخصيته. ومع ذلك حضر في مليونير عربي عايش في فرنسا اسمه رشيد نكاز اللي هو في الصورة ده، جه مخصوص عشان يستفز القانون الدنماركي، جه علشان يدفع الغرامات اللي المنقبات عشان يشجعهم ان هم ما يظهروش وجوههم. وده طبعا كان تحدي سافر يعني للقانون الدنماركي. في مرة تانية برضو في مقاطعة من في الدنمارك، كان في مجلس بلدية، وزي ما قلت كانوا بيسمحوا لأي حد يعني، فكان الأغلبية كانوا مسلمين في مجلس بلدية المقاطعة دي، ولكنهم استغلوا ان هم اغلبية فعملوا قرار غريب جدا، وهو الغاء التقليد الدنماركي اللي متبع من مئات السنين واكتر، واللي هو بتزين مدينة، المدينة نفسها المقاطعة اللي هم فيها بتزين بشجرة عيد ميلاد ديا، نتيجة ان هم معاهم الاغلبية، فقرروا ان هو ما يبقاش السنة دي في، ما فيش التزيين بتاع شجرة عيد الميلاد ده. وكمان ألغوا في المقاطعة بتاعتهم شرب الخمور في النوادي الليلية، وده طبعا ما ينفعش، ده بلد مسيحي وما ينفعش يعني الاستفزاز ده يعني.
حاجة تانية، في بعض الخطباء الجمعة في كل أوروبا يعني كان بيستغلوا طبعا الديمقراطية وحرية التعبير اللي مديها لهم، وبيشتموا وإن المجتمع اللي احنا عايشين فيه كفار، ويحرضوا الناس اللي بيصلوا ضد المجتمع. الحقيقة دي قدر يبقى فيه تفاهم فيها وتقريبا توقف، لأن بقى فيه رقابة من الحكومة على الخطباء اللي هم بيحرضوا ضد العنف وحاجات زي كده. طبعا في حاجة تانية، يعني كان طبعا تبقى يعني يعني استفزاز، ومع انهم واخدين يعني الحق، يعني لما بيطلبوا مثلا يعملوا جامع يبنوا جامع. هنا هو موجود في كوبن في الدنمارك، موجود 185 جامع في بلد الدنمارك، بلد صغيرة أقل من 6 مليون، ومع ذلك فيها 185 جامع. لما حصلت الرسوم المسيئة للرسول، وده كان في سنة 2005، أنا كتبت كتاب بعنوان اسمه ملف محمد، كان بيتكلم عن الأحداث دي، و اترجم للإنجليزي زي ما موجود، وفي في لينك، في رابط للي عاوز تفاصيل اكتر. طبعا وقتها الحكومة الدنماركية اعتبرت ان دي اسوأ ازمة تحصل لهم من ساعة الحرب العالمية الثانية، ودي كانت حاجة يعني قاسية جدا. اللي حصل في تفاصيل طبعا كتيرة، انما هنا عندهم حرية التعبير مقدسة، وبيعتبروا إنه كل واحد يكتب ومسؤول عن اللي بيكتب. يعني اللي حصل في الرسوم المسيئة إن هي تصاعدت بسبب إن الأئمة نفسها في كوبنهاجن هنا قدروا يعني يسيطروا على السفراء العرب بتاعت البلاد المسلمين، وقدروا يوصلهم ويبلغوا في اللي حصل. وطبعا كان في استقطاب للكراهية أصلا من الأحزاب اليمنية، فلذلك تصاعدت المشكلة. هنا عايز برضو أذكر إنه الثقافة بتاعتهم ما عندهمش مشكلة في إن هو إنه الرئيس أو الملكة أو أي حاجة، يعني صوروهم كخنزير، صوروهم ككلب، صوروهم، والكاريكاتير موجود بصفحاتهم، مفيش حد مهتم. وطبعا ده هو يعني أحسن رد فعل، إن لما الواحد ما بيهتمش بالحاجات دي بتعدي المسألة. يعني هنا هو دي الهجوم الإرهابي اللي حصل في أوروبا في فترة من الفترات، طبعا لا يزال أعتقد إنه في تحسن حاليا. سجلت عشرات الآلاف من الهجمات الإرهابية الإسلامية حول العالم، ومن الغريب إن معظمها حصل في الدول الإسلامية. وطبعا دي تسببت في قتل وجرح مئات الآلاف ما بين 1979 و2021، وكانت فرنسا أكثر المتضررين في أوروبا. هي كل التصرفات دي حتى لو من بعض أو من أقلية من المسلمين أثرت بالطبع ولا تزال على زيادة الخوف والكراهية والعداء بين المسلمين والمسلمين اللي هم مهاجرين يعني، وبين البلد اللي هم عايشين فيها أو مهاجرين فيها. والنتيجة
وبعد تراكمات الخوف والكراهية أصبحوا في أوروبا بيفضلوا العمالة من الدول الأخرى غير المسلمين العرب، لدرجة إنهم حاليا بيدربوا عمالة للمستقبل، عمالة جاية من الهند ومن الصين. وكمان دلوقتي معظم أوروبا ألغت اللجوء السياسي من الدول الإسلامية، وكمان زادت شعبية الأحزاب اليمينية المتشددة اللي بتطالب بطرد الأجانب وعدم استقبال أجانب جداد يعني. وطبعا برضو زادت العنصرية ضد أجانب، وده بيأثر على السلم الاجتماعي عموما في أي مجتمع، وأصبح من السهل استقطاب الكراهية، خصوصا بتشتغل من الأحزاب وبرضه زاد تخوفه من ظاهرة تغيير المجتمع وعاداته، بيخافوا طبعا يعني، في بقى في حساسية إن هما إن المسلمين اللي الأجانب يغيروا في العادات اللي هما متعودين عليها، بجانب طبعا زي ما بيحصل حاليا من ردود الأفعال هو حرق القرآن والرسوم المسيئة. دي حاجات دي طبعا احتمال تزيد في الفترة دي. الجاليات المسلمة في أوروبا ما كانش هتتحرك وتبادر بحل أسباب المشاكل الموجودة دي، فهتكون السبب لرواج تيار عنصري جديد في أوروبا، وده طبعا بيأثر على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم القادم. شكرا للمتابعة، وإلى لقاء في حلقات لماذا تحت شعار الديمقراطية هي الحل.